الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها كالعادة عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة اللي بيحاول يروج لها الاعلام في النادي المنافس او الاعلام عموما ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش كلنا اهلاوية رجالة وقلوبنا حديد، ويلا بينا نخش على طول. بس اهم حاجة صلى على الحبيب في الكومنتات ولايك للفيديو، لان في حاجات مهمة كتير هنتكلم عنها خلال هذا الفيديو. عزيزي المشاهد المحترم، لما تلاقي مقدم برنامج او برنامج رياضي بيتكلم في حاجات اتردمت وانتهت وخلصنا منها ويعني قضيناها بحثا وقتلناها بحثا، اعرف ان البرنامج ده حاجة من اتنين: يا اما البرنامج ده فاضي ومفهوش اعداد ومش جاهز لاي حاجة، او برنامج مغرض، او ان البرنامج ده مش عايز يجي ناحية النادي المنافس باخباره بازماته بكواليسه بصدماته بكل حاجة، فعايز يضرب في النادي الاهلي وبس. يعني الاخ مهيب اللبيب، يا جماعة النهاردة رمضان صبحي واحمد فتحي عدى سنة وداخلين في السنة التانية، ولسه الناس بتسأل سؤال غبي، انا اسف في كلمة غبي. تخيل لحد النهاردة الناس بتسأل الاهلي اتأثر برمضان صبحي ولا لا؟ يا نهار ابيض، الاهلي اتأثر بغياب رمضان صبحي ورحيل احمد فتحي؟ يا جماعة هو ده سؤال يتسأل؟ يا جماعة هو ده سؤال يتسأل؟ الاهلي اللي ما وقفش على محمود الخطيب اعظم من لمس كرة في مصر، الاهلي اللي ما وقفش على بوتريكا، الاهلي اللي ما وقفش على فرقة الاساتذة، الاهلي اللي ما وقفش على فرقة الجيل الذهبي مع احترامي الكامل، هيقف على رمضان هيتأثر باحمد فتحي؟ يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك، وعيب على الاخ بشير. بشير شايف ان احمد فتحي كان غلطان لما ساب الاهلي، كان غلطان، لكن رمضان ما كانش غلطان. قال لك احمد فتحي الاهلي اداله كتير، لكن رمضان الاهلي ما ادالوش حاجة. نعم، الاهلي ما ادالوش حاجة. رمضان اللي هو داخل النادي الاهلي وهو عنده 8-9 سنين ما كانش لسه حاجة، وبقى حاجة. الاهلي ما ادالوش حاجة؟ الاهلي اللي عمله لعيب ما ادالوش حاجة؟ الاهلي اللي رمضان، الاهلي عمل رمضان مرتين يا بشير يا تابعي. المرة الاولى وهي تنشئة رمضان صبحي داخل النادي الاهلي ولحم كتاف رمضان من خير النادي الاهلي. المرة التانية ان رمضان صبحي لما راح انجلترا وقعد دكة ونسي الكورة بمعنى كلمة نسي الكورة، وبعد عن منتخب مصر وتم استبعاده من منتخب مصر، مين اللي احياه مرة اخرى كرويا؟ مين اللي رجعه للحياة للكورة المصرية مرة تانية ويخليه أحسن لاعب في مصر؟ مين؟ مين اللي خلى رمضان يقف على رجليه تاني بعد ما نسي الكورة خلاص وبدأ الأندية تتكالب على رمضان بعد كده؟ مين؟ وترجع تقول لي أصل الأهلي ما ادالوش؟ يا راجل يا راجل، هجيب لك خالد بيبو، والله والله هجيب لك خالد بيبو يا بشير يا تبعي، عشان اللي عمله فيك وانت صغير بيبو وبشير بيبو والجون لازم يكرره لك وانت كبير في السن ده. صديقي بشير التبعي، اتمنى انك تراجع نفسك. مهيب واصل كما يواصل ميدو، يا جماعة الاهلي هيلعب المريخ، خلاص نجيب مسؤول المريخ. طب ما هو الزمالك يا جماعة كان بيلعب الوداد، هل يا مهيب رحت جبت حد من الوداد؟ هل يا مهيب رحت جبت حد من بترو اتلتيكو؟ يا جماعة وانتوا ليه بس دايما قبل ماتشات الاهلي لازم نسخن المسؤولين بتوع الاندية التانية على الاهلي؟ ده ان دل بيدل على عدم الموضوعية في التناول والطرح، انك بتتناول نادي فقط دون الاخر. يا جماعة اقسم بالله العلي العظيم، والناس معدي البرامج عارفين الكلام ده اللي انا بقوله كويس، البرامج الرياضية لديها ماتيريال من نادي الزمالك، مادة دسمة في نادي الزمالك ممكن تشغلك شهرين قدام. ومع هذا لا، احنا هنقلب في الدفاتر القديمة في النادي الاهلي وننسى نادي الزمالك شويتين، عشان الزمالك مش عايزين نتكلم في مشاكله وازماته. عزيزي في الوقت اللي فيه
أهلوية، وأنا آسف إني بقول أهلوية، لحم كتفهم من خير الأهلي، زي مصطفى تونس، زي بتاع التيشيرتات، حرام التيشيرتات مقشة، ناس كتيرة بتاكل وتنهش في النادي الأهلي، بتنهش في النادي الأهلي في الفضائيات، وبتطلع تهاجم كابتن محمود الخطيب. الراجل دمث الخلق، اللي لا بيحب يرد، واللي في ايده ومطلوب منه، والله ناس كتير في الجمعية العمومية طالبين من كابتن محمود الخطيب يشتب هؤلاء من الجمعية العمومية، يشتبهم، لان الاهلي لا يتشرف بيهم. ناس ليل نهار شغلتهم بس ان هم يضربوا في اخبار مفبركة ضد النادي الاهلي، ان هم يهاجموا الكابتن محمود الخطيب، ولكن كعادة بيبو يقول لك لا، مش انا اللي هدخل الامور الشخصية في النادي الاهلي، خليهم يهاجموا زي ما هم عايزين. تخيل انت سانتوس مدرب نادي بترو اتلتيكو الحالي، كان في فترة من الفترات كان مدرب مساعد مع الاخ بيسيرو، فاكرين بيسيرو فترة المهندس محمود طاهر، الراجل المحترم واللي ترك النادي الاهلي عشان يدرب بورتو البرتغالي. الراجل لحد النهاردة بيقول لك انا اهلاوي، انا انتمي للاهلي، الاهلي خيره عليا. لكن للأسف الشديد البعض اللي دخلوا الاهلي غلط هم اللي بيحاربوا النادي الاهلي، وللأسف كمان محسوبين على النادي الاهلي. لما تيجي تكلم مع صديقك الزملكاوي وتقول له والله الاعلام اغلبه زملكاوي، يقول لك لا ازاي، ده في حرامة تيشيرتات ومش عارف مين ومين ومين، دول اهلاوية. هم اهلاوية اسما، لكن فعلا اول من يطعنك هم دول، اول من بيضرب فيك هم دول. وخلينا اقولها لك بصراحة مطلقة، خارج قناة النادي الاهلي لا يوجد الا كابتن شوبير، لا يوجد الا كابتن شوبير، هو ده اللي ممكن يدافع عن النادي الاهلي في الاعلام. النهاردة كابتن عبد الحميد بسيوني، الراجل الزملكاوي، وبالرغم انه زملكاوي لكنه محترم، خلينا نتفق ونجمع ان الزملكاوي فيه ناس محترمين كتير، لكن كابتن عبد الحميد بسيوني راح في حتة تانية. ايه هي الحتة التانية؟ ان الراجل اتسأل عن رأيه في بيتسو موسيماني، كان سهل جدا بسيوني يقول لك مدرب على قده، بما انه زملكاوي يقول لك مدرب يعني جيد حتى. لكن الجميل في كابتن باسي والراجل المحترم انه قال ان موسيماني مدرب كبير، وان نجاحاته وبطولاته هي اللي بتتكلم عنه، وان مش محتاج حد يتكلم عنه او حد يمدح فيه او حد يثني عليه. قال كلنا كمدربين كلنا بنغلط، اعظم مدربين في العالم بيغلطوا، واكيد موسيماني بيغلط، لكن ده ما يقللش ان موسيماني مدرب كبير. للاسف الشديد اكتر ناس بتقطع في انتقد موسيماني كما شئت، احنا كاهلاويه ننتقده كما شئنا، لكن في فرق بين انك تنتقد بغرض حب الاهلي، انت بتحب الاهلي وصديقي ده برضو بيحب الاهلي واخويا اللي بيتابعني هنا بيحب الاهلي، كلنا بنحب الاهلي ولكل منا مذهب وطريقه في حب الاهلي، لكن الهدف في الاخر كلنا بنحب الاهلي وعايزين الاهلي يبقى احسن في احسن حته في العالم واحسن نادي في العالم. لكن في البعض بيخرج يهاجم موسيماني عشان يوقع الاهلي، بيبقى غرض دنيء، بيبقى غرض دنيء. تعرفوا منين يا أستاذ؟ اللي بيمشي على طول الخط يهاجم بس هو ده اللي عنده غرض دنيء. اللي بيجي يقولك والله موسيماني النهاردة غلط في نقطة كذا، الماتش الجاي لا برافو موسيماني انت صلحت العيب بتاع الماتش اللي فات، اعرف ان ده بيعمل حبا في النادي الاهلي او نفسه يشوف النادي الاهلي في حتة تانية. خالد الغندور صديقنا العزيز والأستاذ عمرو الدرديري صديقنا الأعز قال لك الزمالك قادم وبقوة، ومش بس كده هينافس على كل البطولات. بطولات ايه؟ هو اتبقى بطولات؟ هو اتبقى بطولات يا جماعة عشان تنافس على كل البطولات؟ انت مفضلش عندك غير دوري وكاس، انت مفضلش عندك غير دوري وكاس، والدوري يعني بإذن الرحمن بإذن الرحمن بنسبة كبيرة أهلاوي، ومش بس كده ده انت المركز التاني نفسه مش بقيلك،
يا جماعة احترموا عقل المشاهد. احنا كلنا سواء كان اعلام بيشتغلوا في قنوات فضائية، يوتيوبرز او سوشيال ميديا او احنا شغالين خدمين تحت امر المشاهد، احنا بنحاول نخدمك خدمة 5 ستارز. فاحترم عقل الراجل اللي بيتابعك. انت بتتفرج عليا ومضيع الباقة بتاعتك مش حبا في مصطفى، لا عشان المعلومة اللي بتجيلك. لو انا بضحك عليك ما تتابعنيش. كابتن خالد الغندور، مين الزمالك اللي قادم ومين الزمالك اللي هينافس على البطولات؟ وبعدين انا عايز يعني حاجة بس، يعني عشان برضو في كوميكس كده منتشر دلوقتي بيقول لك ايه، يعني كلام منسوب لخالد الغندور لكن لا اتوقع ان هو قاله، يعني قال لك الزمالك ايه، يعني الزمالك رايح ماتش بترو اتلتيكو تحصيل حاصل؟ ما الزمالك بقاله 20 سنة بيلعب تحصيل. فعلا الزمالك بقاله 20 سنة بيلعب تحصيل حاصل، وهيفضل يلعب تحصيل حاصل في افريقيا. ليه؟ لأكتر من سبب، هحاول أجمع لك الأسباب دي بسرعة. أولا، طول ما في اللي بيقود الجمهور ناس، دايما بيبقى مبرراتها جاهزة لأي هزيمة أو أي خسارة تحت شعار السحر الأسود والحكام ومش عارف المؤامرات والمظلومية. اعلم وتأكد أن الزمالك لن تقوم له قائمة في أفريقيا. طول ما الزمالك بيكسب بالحكام في مصر عمره ما هيكسب افريقيا، عمره ما هيكسب افريقيا. والدليل الزمالك سنة 2015 لما كسب الدوري بالحكام عمل ايه في افريقيا؟ ولا حاجة. الزمالك لما كسب الدوري السنة اللي فاتت عمل ايه في افريقيا؟ السنة اللي فاتت كان قريبا من الحصالة، والسنة دي كمان قريبا من الحصالة. إذا ما أراد نادي الزمالك الفوز أو المنافسة بقوة على بطولة أفريقيا والخروج من قوقعة الحصالة وبوتقة الحصالة، عليهم إن هم يكسبوا بمجهودهم مش بالحكام، لأنك بتصطدم بحكام أفريقيا اللي ما عندهمش حاجة اسمها احتواء. برضو أستاذ عمرو الدرديري قال حاجة حلوة قوي، قال لك إيه؟ قال لك لا يجوز لفاركو تفعيل بند شراء محمد صبحي ولكن ممكن يجددوا الإعارة. جماعة احنا ما بنشتغلش بعض، اللائحة واضحة وصريحة. ما طبق على سيف الدين الجزيري هو ما سيطبق في حالة محمد صبحي مع نادي فاركو. الزمالك تم إيقاف قيده وهو مع سيف الدين الجزيري إعارة بنية الشراء النهائي. فاركو تم إيقاف قيده وهو معاه محمد صبحي بنية الشراء النهائي. اللائحة في الاتحاد الدولي واضحة وصريحة، لو انت عندك لاعب إعارة وفي بند في تفعيل الشراء النهائي وانت حبيت تفعله فعله، واللاعب بيقيد عندك عادي جدا، ملهاش علاقة بقى يا أستاذ عمرو يا درديري. وأتمنى انكم تقروا شوية وتبحثوا في اللوائح أفضل من كده. بالنسبة لي أبو جبل، برضو مصطفى أبو جبل شقيق محمد أبو جبل، ردا على تصريحات رئيس نادي الزمالك قال لك أخويا بياخد 4 مليون في الزمالك، لحد النهاردة ما خدش منهم حاجة. ومش بس كده، لا ده احنا اتفاجئنا ان الـ4 مليون اتخصم منهم نسبة الضرائب 1,000,000 جنيه، وكمان عقوبات اتعدت 500,000 جنيه، وهو ما صورش اي حلقات مع رامز جلال. نصدق مين؟ اصدق مين واقول يمين يطلعنا منك؟ هل نادي الزمالك هو اللي كذاب ولا ابو جبل ووكيل اعمال ابو جبل هو اللي كذاب؟ دايما شيكابالا بيصنف على انه رمز لنادي الزمالك وأسطورة لنادي الزمالك، وللعاشقين كامل الحرية في عشقهم. لكن المهندس عادل القيعي تحدى، وهو الصندوق الأسود في النادي الأهلي، والصندوق الأسود يعني الأكثر دراية بما خلف الكواليس، مهندس عادل القيعي مهندس صفقات النادي الأهلي، قال لك شيكابالا وعبد الستار صبري مضوا للأهلي فعلا، لكن الموضوع ما كملش الأسباب.
قال بالنسبة لشيكابالا هو اللي كلمني، هو اللي كلمني من بره وهو في اليونان، وقال عاوز ارجع من بره على النادي الاهلي. فبيقول المهندس عدل القيعة على لسانه، قال لك انا استغربت من كلام شيكابالا، ازاي يا ابني ترجع الاهلي ازاي؟ قال له انا اللي بكلمك، انت مستغرب ليه؟ انا اللي بكلمك وبقول لك انا عايز ارجع من بره على النادي الاهلي. قال له يعني انت شايف الموضوع هيبقى سهل؟ قال لي الزمالك مش مهتم بيا اساسا وبرجوعي، وبعد كده رجع وغير رغبته. اعتقد الكلام ده انا اصدق المهندس عدل القيعي، لان المهندس عدل القيعي قاله بوضوح وعلى الهوى. وما يؤكد كلام عدل القيعي هو كلام شيكابالا قبل كده مع رامز جلال، لما قال لك امنيه حياتي، فاكرين كوبر لما كان بيطلع مع رامز جلال هو ومجدي عبد الغني؟ قال لك ايه؟ قال لك امنيه حياتي ان انهي حياتي في نادي الاسماعيلي. كان في فتره، في الفتره دي برضو مشاكل مع نادي الزمالك، وبعدين التوقيع ما هو كان موجود والناس كلها عارفه بتوقيع شيكابالا. قال كمان عبد الستار صبري بعد ما مضى مع النادي الاهلي جاله عرض كبير جدا ومبلغ مرعب بره مصر، وكابتن صالح سليم رحمه الله عليه قال له شوف مصلحتك فين واعملها. علي لولو سين سين المشجع الزملكاوي والصحفي الابيض، ابيض العقل وابيض القلب وابيض الضمير، قال لك خبر حصري. قال لك في مسؤول سيادي طلب من مرتضى منصور تسهيل مهمه بن شرقي في الانتقال للنادي الاهلي. ايه يا ابني، يا ابني يعني احترم سنك، احترم سنك يا لولو، لولو احترم سنك يا بابا. ايه هتعيط؟ انت جننت؟ هو موضوع جلسة بن شرقي مع امير جننك؟ هبلك؟ مسؤول مين اللي هيتدخل عشان لاعب ينتقل للنادي الاهلي؟ ومين هو اللاعب اللي عشان يعني الدنيا تتحرك عشان خاطره؟ مع احترامي الكامل لامكانيات بن شرقي، بن شرقي الموضوع مش في ايد نادي الزمالك، الموضوع في ايد بن شرقي والاهلي. الاهلي عايزه هيجيبه، بن شرقي عايز الزمالك هيروح للزمالك. بس ايه دخل بقى المسؤول ومرتضى ومش مرتضى والكلام؟ لكن انا عايز اقول لك ان انتقال بن شرقي للنادي الاهلي سيسبب حاله من الهيجان والجنون لدى البعض، اولهم علي لولو سين سين. سلام عليكم.